السلام عليكم. للأسف أخواني اليوم نسينا الولاعة، وفي طريقة أحب أوريكم إياها، اللي هي عبارة عن علاقة ملابس مطلوب وعود عادي من أي شجر. نروح لف 10 لفات على العود بهذا الشكل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ولا العود يكون عندنا حلقات بهذا الشكل، بعدين طبعا العلاقة تقريبا ما تتعدى 20 أو 30 أمبير، فالحركة آمنة جدا. هذه إطارة السيارة، بسم الله، كن حذر حيث ان ما يذوب الحديد يضيع على البطارية يسبب حريق في السيارة إذا صار لونها أحمر بهذا الشكل. طبعا هو آمن على اليدين، ما في حرارة نهائيا. تروح ومجهز النار بالشكل ذا، بسم الله، هذه النتيجة. ولا تنسونا من الدعاء، أخوكم أحمد الزهراني.